حطي الاسبرين على الطماطم مش هتتخيلي النتيجة جمال كده لبشرتك وكولاجين طبيعي في البيت كنز رباني واختراع انا عايزة اقولك اقوى وصفات التفتيح سواء للوش للبشرة عموما ما بين الفخدين والمناطق الحساسة انا عايزة اقولك كولاجين طبيعي عندك في البيت لا تقوليلي بقى حقن ولا تقوليلي كريمات ولا حاجات غالية تعالى اما اقولك هنعمل ايه لو انت عروسة او انت مش عروسة لو انت شاب او انت بنت البشره دي تنفع للوش جدا 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 وهتدي نتيجه غير طبيعيه كل اللي انتوا هتحتاجوه حبايه من الطماطم وهنبدا نقطعها بالطريقه دي صلى على النبي اول مره تشوفوني انا اسمي اسراء فتح لايك وشير بسرعه للفيديو علشان يوصل لكل الناس وكل الناس تستفاد كمان اشترك في قناتي وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل وصفه جديده بنزلها وما تنسيش كمان تكتبي في الكومنتات انت بتتابعيني من اي بلد او من اي دوله بعد كده هنجيب المبشره وهنبدا ان احنا نبشر الطماطم هي حباية واحدة بس من الطماطم وهنستخدمها الأسبوع واحد كامل بالطريقة دي هنبشرها عشان كل اللي احنا محتاجينه الداخلي ما احناش محتاجين القشر بتاع الطماطم نهائي وبعد ما ببشر الطماطماية بجيب طبق تاني وابدأ ان انا اصفي البشر ده لان كل اللي انا عايزاه او محتاجاه من الطماطم المية او العصارة بتاعت الطماطم فقط بس كده خلاص الطفل ده كمان أنا مش محتاجاه يبقى كل اللي احنا محتاجينه الميه دي في المرحله دي هتجيبي طبق تاني وهنجيب الليزبرين الليزبرين اللي هو ايريفو بيتباع في كل الصيدليات في كل الدول هستخدم اربع حبات من الليزبرين طب الكميه دي هتقضيكي اسبوع واحد بالظبط ويستحسن ان انتي تعملي على قد اسبوع باسبوع بعد كده بنبدأ كده بأيد الهون ونبدأ ان احنا نكسر الليزبرين نخليه زي بودر كده آه يعني ايه هو اصلا هيتكسر معاكي بكل سهوله لان الاسبرين يعني مش جامد هش بالشكل ده لازم نتاكد ان احنا آه حولناه البودر كويس جدا بالشكل ده في المرحلة دي بقى هنحط الاسبرين على عصير الطماطم وهنخلط كويس جدا لمدة دقيقة ونص بالظبط زي ما احنا عارفين ان الناس دلوقتي بتستسهل الحقن وبيروحوا يحقنوا كولوجين وبيروحوا بقى يحقنوا يعملوا فيلر و حاجات كتير جدا الحاجات دي اصلا على المدى البعيد بتبقى مش حلوه ومش لطيفه لل... آه للبشره عموما فده افضل حل طبيعي ايوه الاسبرين ده كنز في البيت بعد كده هتحطي معلقتين من النشا تخيلي بقى ان الاسبرين ده او الريفو هو فيه كل حاجه وكولاجين طبيعي الاسبرين اللي, اللي هو اللي بيتباع في الصيدليه رخيص جدا هنحط بقى معلقتين من النشا وهنخلط كل المكونات كويس لمده دقيقتين لحد ما تديكي قوام الكريم كده قوام كريمي جدا وسايب يعني مش ما فيهاش اي تكتلات فانا عايزه اقول لك بقى ان بالليزبرين والنشا والطماطم انت عملتي كولاجين طبيعي عملتي اكتر حاجه حلوه جدا لبشرتك بقى دي بتستخدميها للوش انا عايزه اقول لك بتحطيها كده على وشك كل يوم مره الصبح ومره بالليل او تقدري تستخدميها مره واحده في نص اليوم وخلاص لما تيجي من مشاويرك او من شغلك هتحطيها على بشرتك كده وتفرديها على وشك وتسيبيها لمده ربع ساعه بالظبط بعد ربع ساعه بتغسلي وشك وتفرجي بقى كولاجين طبيعي هتلاقي وشك كده منور بيبيض جدا 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 بيفتح جدا بيحمر كده مكان ما تحط كمان وبيملى الوش حتى الخطوط اللي بتظهر كده مع تقدم العمر بتختفي فهو بيدي نضاره غير طبيعيه وتقدري طبعا لو انت عروسه تستخدمي الوصفه ديت لتفتيح المناطق الحساسه بالاخص بين الفخذين وتحت القبط كمان فهي حلوه جدا لتفتيح المناطق الحساسه وللبشره هتحسي بقى ان خدودك كده ووشك كان انت لا كولاجين طبيعي فعلا وهتحطي كمان لو عايزه تحطيها على شفايفك هتحسي ان انت لا حاجه تانية خالص خالص ويقولي وداع للكريمات جربيها واشوفكم على خير باذن الله في الفيديو القادم والسلام عليكم